أسعد الله أوقاتكم أعزائي المتعلمين. سوف نتحدث اليوم عن خاصية رائعة في بينج جعلته يتميز أو يتفوق على محركات البحث الأخرى، من محرك بحث جوجل إلى آخره، ياهو، أسك إلى آخره. سوف نذهب إلى متصفح إيج. ضمن متصفح إيج سوف يظهر لدينا محرك البحث بينج. في هذا محرك البحث قد تم توفير خاصية جديدة، ألا وهي خاصية الذكاء الصناعي تشات جي بي تي. طبعا ضمن تشات جي بي تي، من خلال هذه الإشارة أنقر على تشات جي بي تي فيظهر لدي الدردشة. من خلال هذه الكلمة الدردشة أستطيع تحديد نمط المحادثة، هل أريد هذه المحادثة أو سوف أطرح على تشات جي بي تي الذكاء الصناعي، سوف أطرح عليه أسئلة تحتاج إلى دقة، هل أسئلة تحتاج إلى توازن أم أسئلة تحتاج إلى إبداع. لنرى، سوف أطرح عليه سؤال يحتاج إلى إبداع. يقول لي: مرحبا بك مرة أخرى، ما الذي تريد الدردشة بشأنه؟ سوف أطلب منه أكتب موضوعا تعبيريا عن الصيف، أريد موضوع تعبيري عن الصيف. طلبت منه، قال لي توقف عن الاستجابة أي، إذا لم أرد هذه الاستجابة أن يتم الرد عليها سوف أضغط على توقف على الاستجابة. مرحبا، هذا بينج، أنا مولد المحتوى الإبداعي، يمكنني مساعدتك في كتابة موضوع تعبيري، لكن قبل ذلك أود أن أسألك بعض الأسئلة. ما هو الغرض من الموضوع؟ هل للمدرسة، للمتعة، لشيء آخر؟ ما هو الجمهور؟ لاحظ المستوى الذي يتعامل معي به، لا يعطيني إجابات غير دقيقة، لا يعطيني إجابات عشوائية، يحتاج إلى توضيح كامل عما أريده حتى يستطيع خدمتي بهذا الموضوع. وإذا أردت إعطائه مجموعة من الشروط، طبعا لاحظ الغرض، الجمهور، النقطة الرئيسية، أعطاني مباشرة مجموعة من الاقتراحات. قال لي الغرض من الموضوع هو للمدرسة، هو جاوب لحاله، توقع هذا الموضوع لحاله من خلال خاصية الذكاء الصناعي. طبعا لن أدخل في التفاصيل، سوف أترك لكم البحث عن هذا الموضوع والتشارك به. الآن أريد أن أتحدث، كتبت موضوع إلى آخره، أريد الدردشة. أريد إنشاء، ها هنا إنشاء، عن ماذا يكتب، عن ماذا، عن حياة ليوناردو فينشي. طبعا هو يعطيني خيارات مباشرة، احترافي، غير رسمي، إلى آخره، كيف يود، أود أن يتم التقديم لي، أن يكون متوسط، قصير، طويل، أن يكون معاينة، إلى آخره. طبعا عندما أطرح سؤال في محرك البحث، مثلا موضوع تعبيري عن الصيف، سوف يولد مباشرة الذكاء الصناعي مجموعة من الخيارات. لاحظ هذه الإجابة هي إجابة عن من قبل الذكاء الصناعي مع إعطاء رابط. لاحظ معي مباشرة أعطاني أسئلة، ما هي التحديات التي نواجهها في الصيف، ما هي الفوائد. هذا هو الذكاء الصناعي، هنا أتعامل معه بشكل مباشر عن طريق بينج. ما هي الفوائد الصحية للصيف؟ لاحظ معي مباشرة أخذني إلى الصفحة الكاملة، هنا يقول لي فوائد الصيف الصحية، searching for، إنه يبحث عن فوائد الصيف الصحية. لاحظ بدأ بالكتابة، يحتوي على العديد من الفوائد، يساعد تحسين الصحة، جلد العظام، القلب، الأوعية، إلى آخره. عندما أريد أن يتوقف سوف أعطيه stop recording، أريد topic جديد أعطيه new topic، وهنا أختار أن يكون بالانس، متوازن، أن يكون بريسز، دقيق، ولا كرياتيف، مبدع. أترك لكم التجربة لاستنتاج هذه الخصائص، وشكرا لاستماعكم.